موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 16 من شهر صفر لعام 37 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى أحكام الإمامة، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. والمقصود بمن به سلس البول أي كل من حدثه دائم. وذكر سلس البول مثالا فقط، ولا يقصد أنه يقتصر عليه، فكل من حدثه دائم كالمستحاضة، ومن به ريح دائم، ومن به خروج بول على الدوام أو ما شابه ذلك، فإنه يصح أن يكون إماماً بمثله، فتصلي المستحاضة بالمستحاضة، ويصلي من به سلس بول بمن به سلس بول أو بمن كان حدثه دائماً. و مفهوم هذا أنه لا يصلي من كان حدثه دائماً بمن ليس كذلك، وهذا هو المشهور في المذهب. والدليل على هذا قالوا: إن الذي حدثه دائم قد عذر بسبب فقده شرط الطهارة فهو معذور، فصحت صلاته لنفسه، لكن أن يصلي بغيره ممن استكمل الشروط فلا. إذن قالوا: من به حدث دائم إنما صحت صلاته مع خروج ذلك الحدث أثناء الصلاة لأجل العذر، فلا يصلي بمن كان كامل الشروط، وإنما يصلي بمن هو مثله أو دونه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من كان حدثه دائماً فإنه يجوز أن يصلي بمن استكمل الشروط لعموم النصوص، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولم يرد مخصص لهذا، ولم يخرج من كان حدثه دائماً، وهذا هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو رواية في المذهب. قال رحمه الله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. يعلم ذلك يعني الإمام يعلم ذلك. إذن لا تصح الصلاة خلف محدث يعلم حدثه، ولا خلف متنجس يعلم النجاسة التي على ثيابه أو في بقعته أو في بدنه. وكذلك لو علم أحد المأمومين بأن الإمام قد أحدث، أو الإمام كان في ثيابه نجاسة أو في بدنه أو في بقعة صلاته، فإنه لو علم الإمام أو أحد المأمومين بطلت صلاة الجميع، حتى ولو كانوا عدداً كبيراً فإن صلاة الجميع تبطل. هذا هو مذهب الحنابلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي تبطل صلاته هو من علم فقط، هو من علم، أما من لم يعلم فإنه معذور. وعليكم السلام. وهذا مذهب الشافعية، قالوا: الذي يعلم بأن الإمام
متنجس أو محدث هو الذي تبطل صلاته إلا إن انفرد، إلا إن انفرد. أما إذا بقي ولو لحظة بعد علمه بنجاسة الإمام أو بحدثه فإن صلاته تبطل، وأما الجاهل فلا. واستدلوا على هذا بعدد من الأدلة، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك لما صلى عمر بالناس، وكذلك جاء عن عثمان وهما على جنابة، فلم يأمر الناس بإعادة الصلاة وإنما أعادوها هم فقط. والقياس هنا صحيح، بمعنى أن عمر وعثمان لما صليا بالناس على جنابة ولم يعلم الناس بذلك فصحت صلاتهم. كذلك المأموم إذا لم يعلم إلا أثناء الصلاة، ثم لما علم خرج من الائتمام وصار منفردا، فقد أدى ما عليه ولا شيء عليه حينئذ. وهذا هو القول الراجح وهو اختيار الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. إذن الصواب أنه إذا كان الإمام محدثا ولم يعلم المأموم فإن صلاة المأموم صحيحة، وإذا علم أثناء الصلاة وجب عليه الانفراد، يلزمه أن يخرج من الائتمام ويكمل الصلاة منفردا. وإن لم يجد مكانا يرجع كأن يكون في الصفوف المتقدمة فإنه ينوي الانفراد، ينوي الانفراد ويتم صلاته وحده. لا، الكلام الآن على المأموم الذي علم هو المأموم، أما الإمام فلو علم فإنه يلزمه وجوبا أن يخرج وأن ينيب غيره، لكن الكلام على المأموم. إذن هذه المسألة من حيث الإمام فصلاته باطلة سواء علم أثناء الصلاة أو لم يعلم إلا بعد الصلاة، فصلاته باطلة إذا كان محدثا. أما إذا كان في ثيابه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. والدليل على ذلك حديث جبريل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بالناس وفي نعليه قدر ولم ينتبه لهما، وبعد أن صلى ركعتين خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، وبعد أن انتهت الصلاة سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك تخلعون عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل قد أخبرني آنفا أن فيهما قذرا. فخلع عليه الصلاة والسلام نعليه أثناء الصلاة ولم يقضي الركعتين اللتين صلاهما بهذين النعلين، وإنما بنى عليها، بنى صلاته على تلك الركعتين، فدل على أن الذي يجهل وجود النجاسة أو نسيها فإن صلاته تكون صحيحة. ومن ثم نقول: إذا كان الإمام لم يعلم بالنجاسة إلا أثناء الصلاة وتمكن من إزالة ذلك الثوب دون أن تنكشف عورته ودون أن يكون في وضع لا يليق فإنه يزيل ثوبه. أما إذا كان إزالة الثوب على وجه لا يليق به كأن يبقى معه الملابس الداخلية التي جرى عرف الناس بعدم الصلاة بها في المساجد فإنه لا يخلعه وإنما يخرج من صلاته، يخرج من صلاته وينيب غيره. أما إذا كانت نجاسة في غترة مثلا أو شمار أو طاقية أو علبة نجاسة كتحليل بول ونحوه فإنه يزيلها، هذه إزالتها لا تؤثر على مظهره من حيث العرف. أما إذا كانت في ثوبه الذي إذا أزاله لم يكن لائقا عرفا فإنه لا يزيله وإنما يخرج وينيب غيره. وهذه المسألة قد مرت معنا، وقلنا هي أيضا تشبه مسألة ما لو نوى الإحرام ولم يجد إزارا ورداء، فهل نقول يخلع ثوبه ويقطعه ويصبح رداء كما ذكر بعض أهل العلم أو يصبح إزارا؟ هذا في الواقع لا يليق عرفا ومن ثم لا يصنع، ويكون كالمعذور، يكون كالمعذور وكالعادم حينئذ، يكون كالعادم. لكن يزيل الغترة والشماغ والطاقية ويتخفف من ملابسه الداخلية ونحو ذلك قدر طاقته.
أما أن نقول يخرج ثوبه ويقطعه ويجعله على شكل إزار أو رداء أو نحو ذلك، فالشريعة لا تأتي بمثل هذا. فالخلاصة يا إخوة أن الإمام إذا علم بنجاسته أثناء الصلاة وجب أن يزيل تلك النجاسة إذا كان هذا ممكنا، إذا لم يكن ممكنا فإنه يخرج وينيب غيره. نعم، هذا الإمام. أما المأموم فيتم صلاته إذا كان قد علم بنجاسة الإمام والإمام قد خرج من الصلاة أو أزال تلك النجاسة، فإنه يكمل صلاته معه. أما إذا علم بنجاسة عند الإمام والإمام لم يزل هذه النجاسة إما لنسيانه أو لجهله أو ما شابه ذلك، فإن الإمام ينفرد كما مر معنا، ولو استمر مع علمه بطلت صلاته. نعم، إذن الآن نعيد المسألة بالترتيب الآتي. لا تصح الصلاة خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك، يعني يعلم الإمام أو المأموم ذلك، هذا هو مذهب الحنابلة. فلو علم أحد المأمومين أو علم الإمام بوجود هذه النجاسة أو بوجود الحدث بطلت صلاة الجميع. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية أنه إذا علم الإمام دون المأمومين فإن صلاة الإمام تبطل إذا علم بالنجاسة ولم يخرج. أما إذا كان محدثاً فسواء علم في الصلاة أو لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته باطلة بالإجماع، أما المأموم فلا شيء عليه. الحالة الثالثة إذا علم المأموم بنجاسة الإمام أو بحدثه فإنه لا يجوز له أن يستمر مأموماً وإنما ينفرد. قال رحمه الله: فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت. هو ضمير يعود على الإمام، يعني فإن جهل الإمام كونه محدثا أو متنجسا، أو جهل المأموم كونه محدثا أو متنجسا حتى تمت الصلاة فإن صلاة المأموم تصح. فإن صلاة المأموم تصح. إذن شرط الحنابلة لإبطال صلاة المأموم في حين حدث الإمام أو نجاسته هو أن يعلم أحد المصلين سواء كان الإمام أو المأمومين. أما إذا جهل الجميع حتى انتهت الصلاة فإن الحنابلة يصححون صلاة المأمومين ويبطلون صلاة الإمام. والصواب أن صلاة الإمام تبطل إذا كان محدثاً، أما إذا كان على ثيابه أو بدنه أو بقعة صلاته نجاسة فإن صلاته تكون صحيحة ما دام جاهلاً. قال رحمه الله: ولا إمامة الأمي. الأمي قد ذكر المصنف ضابطه فقال: من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفاً أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى، فهذا الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله أو من دونه. إذا صلى الأمي بمن هو مثله أو من هو دونه صحت الإمامة، أما إذا صلى بمن هو خير منه فإنه لا تصح حينئذ. قال: من لا يحسن الفاتحة. لا يحسنها يعني لا يحفظها، يعني لا يحفظ الفاتحة. أو يدغم فيها ما لا يدغم، معلوم أن بعض الحروف لا تدغم بما بعدها، فلو أدغمها وأدخل بعضها في بعض فهذا يسقط بعض الحروف، كمن يدغم الهاء من الله من لله في رب، الحمد لله رب العالمين، لا يظهر الهاء ويظهر الراء بل يدغم الراء مع الهاء ويدخلهما معا، فهذا أمي أيضا. ويسمى عند الناس الأردت، يسمى بالأردت. الأردت هو الذي يدغم حرفا في حرف، وهذا الإدغام غير سائغ فيسمى الأردت. كذلك إذا أبدل حرفاً مكان حرف، بعض الناس لا ينطق الراء راءً وإنما ينطقه غيناً، فإذا نطق الراء غيناً فإنه يسمى الألثغ وهو أمي عند الفقهاء.
كذلك إذا لحن لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى، كأن يقول إياك نعبد فهذا يحيل المعنى. كذلك لو قال أنعمت عليهم الآن أضاف النعمة إلى نفسه، هذا أيضا يحيل المعنى. أو قال أهدنا، أهدنا من الهداية أو من الهدية؟ من الهدية أهدنا، لكن لو قال إهدنا هذا من الهداية، أما لو قال أهدنا فصارت من الهدية. فهؤلاء الأربعة يعدون أميين عند فقهاء المذهب، من لا يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا ما كان حرف. وهنا استثنى علماء الحنابلة إبدال الضاد بدل الضاء، فهذا مستثنى عند الحنابلة لتقارب المخرج ولصعوبته. فلو أبدل الضاد بدل الضاء أو لو جعل الضاء بعصا بدل الضاد فلا يدخل في هذا الحكم، إلا إذا كان مستطيعا على نطق الضاد ولكنه لم ينطقه إلا ضاء بعصا فهنا يدخل في الحكم، بل تبطل صلاته إذا كان مستطيعا على أن ينطق الضاد كما هو ونطقه بغيره. لكن العلماء استثنوه لأن المخرج قريب ولصعوبة التفريق بينهما، فمن فرق فلا، فإن من فرق فإنه لا يجوز له أن ينطق أحدهما بدل الآخر. أو يلحن، إذا لحن لحنا يحيل المعنى يغير المعنى كما أسلفت. فهؤلاء الأربعة يعدون أميين. ما دليل الحنابلة على أنه لا تصح إمامة الأمي بغير الأمي؟ دليلهم قالوا لأن الأمي قد عجز عن ركن من أركان الصلاة وهو الفاتحة، فلا يكون إماما بغيره، فلا يكون إماما بغيره لأنه قد عجز. إلا إذا كان ذلك المأموم مثله أو دونه فلا حرج، فلا حرج حينئذ. قوله إلا بمثله يعني إلا بمثله في ذلك النقص والعجز، لا بد أن يكون الإمام مثل المأموم في ذلك العجز والنقص. فعند الحنابلة لو كان الإمام عاجزا عن أول الفاتحة والمأموم عاجزا عن آخرها فلا يؤمنه، لا يؤمه. يعني لو قال أنا أحفظ الآية السادسة والسابعة هذا الإمام، وقال المأموم وأنا أحفظ الآية الأولى والثانية، فهل يؤم أحدهما الآخر؟ عند علماء المذهب لا يؤم أحدهما الآخر. لماذا؟ لأنه قال إلا بمثله وهذا ليس مثله. وكذلك لو كان أحدهما يلحن في بعض الألفاظ والآخر يلحن في ألفاظ أخرى فلا يؤمن أحدهما الآخر. لكن نريد صورة يؤم أحدهما الآخر، كأن يقول الإمام أنا لا أحفظ أول أربع آيات، والمأموم قال وأنا ما أحفظ أول أربع آيات، وكلاهما يحفظ ما عداها، فهنا صار مثله فيؤم أحدهما الآخر. أو أحدهم يقول إياك والآخر يقول إياك فهنا يؤمه، وهكذا. أو إذا كان خيرا منه كأن يلحن الإمام في لفظ واحد ويلحن المأموم في ذلك اللفظ وزيادة، فالإمام يلحن في إياك فيقول إياك والمأموم يقول إياك ويقول أنعمت، فهنا يصح أن يكون الأول إماما بالثاني. هذا هو رأي علماء المذهب. إذن تقرير المذهب أن الأمي لا يصلي بغير الأمي، بل لا يصلي بالأمي إلا إذا كان مثله في ذلك العجز والنقص. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمي يصلي بالأمي وإن اختلف العجز، وهذا يا إخوة هو يعني أيسر، والأول القول الأول فيه مشقة بالغة وفيه تفويت لماذا؟ للجماعة. فمن النادر أن يتفق هؤلاء الأميون في العجز والنقص، من النادر، وهذا قد يصعب حتى معرفته، قد يصعب معرفته. ومن ثم فالأظهر الله أعلم أن الأمي يصلي بالأمي ولو اختلف
مكان العجز والنقص. ومن أهل العلم من قال إمامة الأمة تصح مطلقاً بأي أحد حتى بغير الأمة، وهذا هو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عند مالك، وهو رواية عند أحمد، واختاره ابن المنذر وأبو ثور والمزني من الشافعية، وهو قول في الواقع له قوته. ويقول لأن الأمة تصح صلاته لنفسه، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وكذلك قالوا الإمام قد يعجز عن بعض الأركان ونصحح صلاته، كما لو عجز عن القيام فإنه يصلي بالمأمومين جالسا كما مر معنا سابقا على تفصيلات. منهم من يقول لا بد أن يكون إمام الحي وأن يكون عجزه مؤقتا، ومنهم من يطلق. فقالوا ما دامت الصلاة صحيحة في نفسه فتكون صحيحة لغيره. لكن يا إخوة لا شك أن الأولى الأخذ بمذهب الجمهور في مثل هذه المسائل، لا سيما وأننا قد ملنا سابقا إلى أن الإمام إلى أن أو نقول لا سيما وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم. فلو قلنا إن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم والإمام لا يحسنها والمأموم يحسنها وقعنا في حرج الآن، وقعنا في حرج. فالأحوط والأولى أن نأخذ بمذهب الجمهور وأن الأمي لا يصلي بغير الأمي، وفي هذا مخالفة، لو صلى الأمي بغير الأمي مخالفة للحديث النبي عليه الصلاة والسلام بأم القوم أقرأهم لكتاب الله. الصحابة تجاوزوا النسب وتجاوزوا الحرية وتجاوزوا البلوغ والكبر وأتموا بالصغير وبالعبد وأتموا بالوضيع تحقيقا لمصلحة القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهذا فيه دلالة على أهمية هذا الجانب. فكيف نقول الآن للأم الذي لا يعرف قراءة الفاتحة أو لا يعرف بعضها أن يصلي بمن يحسنها؟ فلا شك أن الأحوط والأولى الأخذ بمذهب الجمهور، ونقول لأمي لا يصلي إلا بأمي، لكن لا نشترط أن يكون في نفس العجز وفي نفس النقص. إذا كان الإمام الراتب هو الأمي ويتيسر لك أن تذهب إلى مسجد آخر فذهب إلى مسجد آخر، ولا يجوز أصلاً أن يكون الأمي هو الإمام الراتب في حين وجود غيره. إذا وجد غيره فهو المقدم، إذا وجد غيره فهو المقدم بلا شك. لكن لو قدر هذا وكان أحسن الموجودين وأنت صرت مثلاً جديداً في هذا الحي فنقول ابحث عن مسجد آخر. قال رحمه الله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، يعني هذا الأمي إذا كان يقدر على إصلاح اللحن فلا بد أن يصلح ذلك اللحن، فلا تصح صلاته ولا إمامته. وهذا ضابط عند الحنابلة، يعني الأمي يصلي بمن هو مثله متى؟ إذا لم يقدر على إصلاح حاله. أما إذا قدر على إصلاح حاله فقال أنا أستطيع أن أحفظ الفاتحة ولكن عندي كسل وسأؤجل حفظها إلى وقت لاحق. قلنا في هذه الفترة لا يجوز لك أن تصلي أنت فضلاً عن أن تكون إماماً، لأنك قادر على الإتيان بالركن ولم تأتي به، فلا يحل له ذلك. كذلك من استطاع أن يزيل هذا اللحن بأي طريقة، إما بطريقة التكرار أو بطريقة التعلم أو نحو ذلك، فنوجب عليه تلك الطريقة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله وتكره إمامة اللحان. اللحان هو كثير اللحن، واللحن نوعان، لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى. فما مقصود المؤلف بقوله وتكره إمامة اللحان؟ الذي لا يحيل، أحسنتم، الذي لا يحيل المعنى، كأن يقول مثلا الحمد لله أو الحمد لله، فهذا اللحن لا يحيل المعنى. كذلك لو قال مثلا الحمد لله، مثلا قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، ما قال ربي، هذه لحون لكنها لا تحيل المعنى فتكره إمامته. أما لو كان اللحن
يحيل المعنى فهنا لا تصح إمامته إلا بمن هو مثله، وبشرط أنه عاجز عن تصحيح ذلك اللحن. أما إذا كان قادراً على تصحيح ذلك اللحن فلا، كما تقدم. قال رحمه الله: والفأفاء. الفأفاء هو الذي يكرر حرف الفاء عجزاً، الذي يفأفئ ويكرر حرف الفاء، إذا أراد أن يتكلم أدخل حرف الفاء وكرره، وهو يفعل هذا عجزاً يعني مكرهاً على ذلك. فهنا إمامته فيها كراهة، فيها كراهة، بل يتقدم من هو خير منه. كذلك التمتام، التمتام هو الذي يكرر حرف التاء عجزاً. وكذلك من لا يفصح ببعض الحروف، من لا يفصح ببعض الحروف، كالذي لا يفصح بحرف الضاد أو بحرف القاف أو نحو ذلك، يعني القاف ينطقه قافاً، يعني لا يفصح به، لا يأتي به فصيحاً، فهذا كذلك تكره إمامته، تكره إمامته. الدليل على كراهة هؤلاء، على كراهة إمامة هؤلاء، هو أنهم قد زادوا في بالنسبة لللحان، بالنسبة للفأفاء والتمتام، قد زادوا بعض الأحرف، ولم نقل إن إمامتهم محرمة لأنهم غير قاصدين لهذا، غير قاصدين لهذا. ومن ثم توسطنا وقلنا إمامتهم مكروهة، فقلنا بصحة إمامتهم لأنهم غير قاصدين للتكرار، وكذلك اللحان غير قاصد للحن الذي لم يحل المعنى، وكذلك الذي لا يصح بعض الحروف غير قاصد. ومن ثم قلنا إن إمامتهم مكروهة لأن المأمومين أكمل منهم، لأن فيهم نقصاً والمأموم أكمل منه، فكان الأولى أن نجعل الإمام هو الأكمل وأن نجعل من دونه خلفه. وحتى أيضاً لا يقتدي به الجاهل فيظن أن هذا هو الصواب، لو جعلنا الإمام، أو لو لم نقل بكراهة إمامة اللحان مثلاً، ربما صار في هذا اقتداء من الجاهل به، فيأتي الجاهل ويظن أن الحمد لله هو الصواب من كثرة ما يسمعها من إمامه. فهنا قلنا بكراهة الإمامة، وقلنا بصحتها لأنه غير قاصد ولأنه لم يحل المعنى. كذلك الفأفاء والتمتام كما أسلفت، لما لم يكونا قاصدين لهذه الزيادة وكانا مكرهين عليها صححنا إمامتهم، وجعلناها مكروها حتى لا يغتر بهم الجاهل والعامي، فربما فأفأ وتمتم ظناً أنه هو المشروع. ومثله أيضاً من لا يفصح ببعض الحروف. وقد تقدمت مسألة الضاد والضاء، وأن إمامة من يبدل الضاد ضاء صحيحة، لكن الأولى أن نقدم من يحسن نطق الضاد، هذا هو الأولى. قال رحمه الله: وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. يؤم أجنبية يعني يؤم امرأة لا يمت لها بصلة المحرمية. أما إذا أم محارم له كأن يؤم خالاته، عماته، أمه، أخواته، فهذا لا كراهة فيه باتفاق المسلمين. أما إذا أم أجنبية عنه ليس محرماً لها، أو أما أكثر من ذلك، يعني عند علماء المذهب أما أجنبية واحدة أو أما أكثر من أجنبية، فإنه يكره له ذلك إذا لم يكن معهن رجل. أما إذا كان معهن رجل فحينئذ يرون بأن هذه الخلوة منتفية، ومن ثم لا كراهة. ومنهم من نص على أن هذا الرجل يكون محرماً لتلك النسوة، لتلك النسوة، وإلا فما فائدة وجوده إذا كان أجنبياً هو أيضاً عنهن؟ نص على ذلك بعض الأصحاب. الدليل على الكراهة الأحاديث التي جاءت بمنع الخلوة بالمرأة الأجنبية: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم،
والحديث الآخر إلا كان الشيطان ثالثهما. والصحيح في هذه المسألة أن نفرق بين وجود المرأة الأجنبية الواحدة وبين وجود أكثر من امرأة أجنبية. أما إمامته بامرأة واحدة في غير محضر أحد لا من الرجال ولا من النساء فهذه خلوة، والخلوة محرمة لأن النهي قد جاء فيها صريحا، والنهي يقتضي التحريم، فلا يحل له أن يصلي بتلك المرأة في مكان خال عن الناس، وهذا أدعى للفتنة وأدعى لأن يزين صوته ويحسن صلاته فيدخل في الرياء ويحصل وتحصل الخلوة المحرمة. أما إذا كانت المأموم أكثر من امرأة، كأن يحضر امرأتين، كأن يحضر امرأتان أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك، فهنا القول بالكراهة متوجه ومتجه، لأنه قد يكون سبيلاً إلى الفتنة، قد يكون سبيلاً إلى الفتنة. فإن انتفت الفتنة تماماً كأن يكون تلك النساء عجائز مثلاً، فهنا لا خلوة ولا فتنة، فلا كراهة حينئذ. أما إذا كنا شابات وخشي على نفسه الفتنة، فعلماء المذهب يجعلونه على الكراهة، وإن كانت تلك الخشية متحققة أو شبه متحققة فنلحق هذا بالحكم الأول فنجعله محرماً من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. فالخلاصة أن إمامة الرجل بالمرأة الأجنبية عند الحنابلة مكروه، سواء كانت امرأة واحدة أو عدة نساء. والصواب أنه إذا كانت امرأة واحدة فلا يحل للمنع من الخلوة، وإذا كان أكثر من امرأة فإذا كان قد خشي الفتنة فإنه أيضاً لا يحل لما تقدم. قال رحمه الله: أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق. إذا كان الإمام مكروهاً من جهة المأمومين فلا يخلو هذا من أحواله. الحالة الأولى أن تكون سبب الكراهة، سبب كراهة المأموم للإمام، سبب مشروع، كرهوه لدينه، يعني لدينه يعني لنقص في دينه، كأن يكون مسبلا فكرهوا منه الإسبال، أو أن يكون ممن يغتاب وينوم، أو أن يكون ممن يعاقر بعض المحرمات، أو يكون ممن يأكل الربا ونحو ذلك، أو يكون قليل المروءة فلا يجعل لنفسه ما يجعله أهل العلم من الحشمة ونحو ذلك، فهو يتوسع في المباحات وارتكاب المكروهات، فكرهوه لهذا الأمر، فهذه الكراهة كراهة بحق، ومن ثم يكره له أن يكون إماماً بهم على المذهب. ومن أهل العلم من يقول بأن هذه المسألة لا يكتفى فيها بالكراهة، بل نصل إلى التحريم، بل ومن العلماء من قال ببطلان صلاته حينئذ، صلاة هذا الإمام. وقد نقل هذا عن شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كرهه الناس بحق، كما أسلفت في ذكر الأمثلة. والدليل على هذا هو ما جاء في الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. والحديث قد حسنه وصححه كثير من أهل العلم، منهم النووي والبوصيري وغيرهم من أهل العلم. فشيخ الإسلام قال بأن صلاته تبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني لا تقبل. ومنهم من قال بالتحريم فقط دون البطلان، والحنابلة قالوا بالكراهة، يعني أخذوا أخف ما يمكن أخذه من هذا الحديث وهو الكراهة. هذا هو النوع الأول إذا كانت الكراهة بحق. النوع الثاني أن تكون الكراهة بغير حق،
كأن يكون هذا الإمام ممن يتبع السنة فيما يقرأ أو في لباسه ونحو ذلك، وهم كرهوه لهذا، يقرأ بهم في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان مثلا، أو يقرأ بهم في الفجر عموما يعني بالمطولات أو من 60 إلى 100 آية. المهم أنه يتتبع السنة، فهم كرهوه لأجل هذا. فإذا كرهوه لأجل هذا فهذه كراهة بغير حق، فهذه كراهة بغير حق. أو كرهوه لنسبه، يقولون فلان وضيع ونحن شرفاء كيف يأتم بنا. وقد تقدم أن النسب لا مدخل له في الإمامة على الصحيح، وأن ما جاء من إمامة قريش فهذا في الإمامة العظمى. أو كرهوه لكونه فقيرا وهم أغنياء، هذه كراهة بغير حق. فهنا يصلي بهم ولا غضابة. لكن هل الأفضل أن يترك الإمامة أو الأفضل أن يستمر فيها؟ من أهل العلم أن يقول يستحب له ألا يؤمهم صيانة لنفسه، صيانة لنفسه. النوع الثالث أن ينقسم المأمومون، فمنهم من يحبه ويحب إمامته، ومنهم من يكره ذلك. فهنا العبرة بالأكثر، العبرة هنا بالأكثر. فإن كان الأكثر يريد إمامته فنقول لا يكره لك إمامتهم، وإن كان الأكثر يكره إمامته فنقول حينئذ يكره لك إمامتهم على المذهب، أو يحرم أو تبطل الصلاة على الخلاف السابق. هذه هي الأحوال إخوة. إذن إن كانت الكراهة بغير حق فإنه لا يلتفت إليهم، وإن كانت الكراهة بحق فعلى الخلاف المتقدم ما بين الكراهة والتحريم والبطلان. وإن كانت الكراهة بحق لكن انقسم الناس فبعضهم كره وبعضهم لم يكره، فهنا نقول العبرة بالأكثر. فإن كان الأقل هو الذي يكره فلا يكره، فلا تكره إمامته، لكن الأولى أن يترك الإمامة صيانة لنفسه. فإن استويا فماذا نصنع؟ يعني لو كان جماعة المسجد 100 شخص، 50 كره إمامته و50 رضوا إمامته، فهنا لا شك أن الأكمل أن يترك الإمامة، بل لو قيل بالكراهة حينئذ لكان له وجه. أما علماء المذهب فإنهم اقتصروا على أن يكون الأكثر أو الكل، أما عند التساوي فلا يكرهون إمامته، عند التساوي لا يكره علماء المذهب إمامته، وإن كانوا قد قالوا باستحباب ترك الإمامة لا بكراهة إمامتهم. وهذا فيه دلالة على أنه ليس دائما ترك المكروه مستحبا ولا ترك المستحب مكروها. قال رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا. ولد الزنا اختلف العلماء في إمامته، ولهذا ذكره هنا. فذهب الجمهور إلى أن إمامته تكره، قالوا لأن الإمامة فيها فضل فيمنع فيها لوجود نقص فيه، ويكون مأموما لا إماما. وذهب علماء الحنابلة إلى عدم الكراهة، وهذا من مفرداتهم، يعني لا بأس أن يكون ولد الزنا إماما بغيره ولا كراهة في ذلك، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من مفرداتهم. أما الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فذهبوا إلى الكراهة لأن فيه نقصا والمأموم أكمل منه، والصواب مذهب الحنابلة ولا شك، لأن الله جل وعلا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كان ولد الزنا أقرأ فهو الأحق بالإمامة. وبعضهم قال يقاس على العبد، الجمهور قالوا: وقياسا على العبد فإننا نقول إمامته مكروهة. والجواب أنه قد تقدم أن الصواب أن إمامة العبد لا تكره ما دام هو الأقرأ، والقياس أيضا هنا مع الفارق، والقياس هنا مع الفارق. نعم تفضل يا شيخ.
نعم. الرواية الأخرى لا أعرفها. نعم. الرواية الثانية لا أعرفها. نعم. لا يأتي الصلاة إلا. نعم. فلعلي إن شاء الله أراجع هذه الرواية وأنظر إلى سندها بإذن الله. قال رحمه الله: والجندي إذا سلم دينهما، يعني إذا سلم دين ولد الزنا ودين الجندي، فإن إمامتهما تكون صحيحة من غير كراهة. الجندي هو يعني من كان في السلك العسكري، سو يعني وله نوع من السلطة، وهم كره بعض العلماء إمامته من حيث أنه من أعوان السلطان، والكلام على أن هذا الجندي يعني قد يكون من أعوان السلطان الظالم، فحينئذ صار فيه هذا النقص من هذه الجهة فلا يكون إماما، لكن هذا لا على إطلاقه. وبعضهم قال لأنه مظنة الظلم، وهذا فيه ظلم أن نجعل الجنود مظنة الظلم، الجنود هم الآن الذين يحمون الثغور، فلو قلنا بهذا لكان في هذا ظلم لهم. جاء عن الإمام أحمد أنه قال: أحب إلي أن يصلي خلف غيره، لكن ربما الإمام أحمد حكى ماذا؟ مسألة بعينها، ربما أن ذلك الجندي فيه مثلا من الجهل أو نحو ذلك أو من الظلم ما جعل الإمام أحمد يقول الأحب إلي أن يصلي خلف غيره. أما أن نجعل هذا قاعدة عامة فهذا غير صحيح. الآن من الجندي من يضبط كتاب الله ضبطا قلما تجد مثله، وعند إجراء المسابقات الآن بين الجنود والعسكر ونحوهم نسمع تلاوات لا تريد أن يتوقف ذلك القارئ من جمال صوته وكماله. ومن الجنود من هو عالم وطالب علم ومؤهل، فلا شك أن إمامة الجندي كإمامة غيره، فإذا كان الأقرأ فإننا نقدمه، وكونه جنديا لا يغيظه ولا ينقصه. قال رحمه الله: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. إذا كنت تصلي صلاة الفجر صلاة مقضية وخلفك من يصلي صلاة الفجر صلاة مؤدة، هلان الإمام يقضي والمأموم يؤدي، تمام، فما حكم ذلك؟ وهل يتصور هذا؟ الإمام يقضي والمأموم يؤدي، صحيحة؟ نعم. لماذا صحت الصلاة مع أن النيات مختلفة؟ الآن هذا نوى الأداء وهذا نوى القضاء، هذا متفرع على ما أخذناه سابقا أنه لا يشترط أن تنوي كونها مؤداة أو مقضية، لا يشترط هذا أصلا، المهم أن تنوي أنها صلاة فجر كما مر معنا سابقا، ولا ينوي أن ولا يلزم أن يدخل في نيتك أنها مقضية أو مؤدة، وقد مر معنا هذا سابقا. فعلى كل حال لا بأس أن يكون الإمام يؤدي والمأموم يقضي أو العكس، لأن الصلاة واحدة حينئذ. قال: وعكسه صورة المسألة أن أكون مثلا أنا قد فاتتني صلاة الفجر قبل 3 أيام ونسيت أن أؤديها أن أقضيها، نسيت، ثم أتيت والإمام يصلي الآن الفجر فهو يؤدي وأنا أقضي، أو العكس، تذكرت أنا أني لم أصلي الفجر منذ زمن فقلت سأبدأ بها، سأبدأ بالفجر الأولى التي قد تركتها منذ 3 أيام نسيانا، فصليت وصلى خلفي أناس يؤدون الفجر فصارت لي مقضية ولهم مؤدة، فلا بأس بذلك، لأنه ماذا؟ لأن الصلاة واحدة، لأن الصلاة واحدة وكلاهما فرض، فهذه فرض وهذا فهذه فريضة وهذه فريضة، والصلاة واحدة فجر مع فجر. قال: وعكسه، يعني أن يصلي الذي يقضي بمن يؤدي، بمن يؤدي. إذن إذا كان الإمام يقضي والمأموم يؤدي، أو الإمام يؤدي والمأموم يقضي، فلا بأس، بشرط أن يكون أن تكون الصلاة واحدة، يعني كلها فجر أو كلها ظهر أو كلها عصر وكلها فرض، فهذا لا إشكال فيه. قال رحمه الله: لا مفترض بمتنفل، حتى لا يتوهم متوهم إطلاق ذلك، يعني فجر خلف من يصلي الفجر، لا، بل لا بد أن يكونا مفترضين،
حتى ولو كانت مؤداة ومقضية، المهم أن تكون الصلاة، أن تكون الصلاتان فريضتان فريضتين. قال لا مفترض بمتنفل، طبعا الباء يدخل على الإمام ولا على المأموم؟ على الإمام، يعني لا صلاة مفترض بإمام متنفل، بإمام متنفل، فحرف الباء يدخل على الإمام، على الإمام هنا، هذه قاعدة. وقال سابقا ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها أي بإمام يقضيها، وهنا لا مفترض بمتنفل أي لا صلاة مفترض بإمام متنفل. صورة المسألة لو صليت صلاة الفجر ثم بعد ذلك أتى داخل إلى المسجد وقال أنا ما صليت الفجر فلتتصدق علي، فقمت أنا وتصدقت عليه وصرت إماما به، الآن الإمام متنفل أو مفترض؟ متنفل، والمأموم مفترض. كذلك لو دخل إنسان والناس يصلون التراويح وهو لما يصلي العشاء فقال سأصلي العشاء معهم، فالآن الإمام متنفل والمأموم مفترض. هذا عند الحنابلة لا يصح، لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. لماذا؟ قالوا هذا نوع من الاختلاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا نوع من الاختلاف. فالآن الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، فلا يصح ذلك. ونحن نقول لهم طيب لو عكسنا وجعلنا الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة، فما رأيكم يا حنابلة ماذا يقولون؟ يقولون صحة الإمام، أليس هذا اختلافا؟ بلى هو اختلاف، ومع ذلك صححوا ذلك. قالوا فرقنا بين المسألتين لأن الإمام الذي يصلي فريضة هو في الواقع نعم أعلى، أحسنت، هو أعلى من المتنفل، فصححنا صلاته وإمامته. أما إذا عكسنا فجعلنا المأموم دون الإمام نافلة والمأموم يصلي فريضة، فهنا صار المأموم صار الإمام أدنى من المأموم فلم نصحح الصلاة، وجعلوا الاختلاف من هذا القبيل فقط. والرواية الأخرى في مذهب أحمد وهو مشهور عن مذهب الشافعي، واختار ذلك من علماء مذهب الحنابلة ابن قدامة رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن عثيمين، أنه لا بأس أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. والدليل على ذلك ظاهر، وهو حديث معاذ، فإن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، فإذا صلاها فقد قضى فرضه، ثم يعود في مسجده في مسجد بني سلمة ويصلي معهم ويصلي بهم صلاة العشاء مرة أخرى، فهي في حقه نافلة وهم فريضة، ومع ذلك ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك. فلو قال قائل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما ما يدري، قلنا إن لم يكن رسول الله عالما فرب رسول الله عالم، ولو كان ذلك خطأ لبينه الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى يبينه لمعاذ، فلما لم يبين ذلك دل على الإقرار. فلا شك أن إمامة المتنفل بالمفترض، أن إمامة المفترض بال أو أن صلاة المفترض بالمتنفل صحيحة. نعم أحسنت، نعم صحيح، جميل هذا الاستدلال. يقول إن معاذا رضي الله عنه لما أطال الصلاة اشتكى ذلك الأعرابي، فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن معاذا يصلي بقومه بعد أن يصلي معه عليه الصلاة والسلام. نعم لا، الصواب أن المتنفل يصلي بالمفترض مطلقا حتى ولو اختلفت الصلاتان، وسيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي بإذن الله. أحسنت، هم الحنابلة رحمهم الله تعالى يعني إما أن يقولوا إن معاذا يجعل الثانية هي الفريضة، أو أن هذا خاص بمعاذ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، وهكذا، لكن هذه كلها احتمالات ضعيفة.
هذه احتمالات ضعيفة. جاء في رواية أخرى تبين أن الصلاة الأولى هي التي تكون فريضة والصلاة الثانية هي التي تكون نافلة، حيث جاء عند الدارقطني وعبد الرزاق رواية بلفظ هي له تطوع ولهم فريضة، هي له تطوع ولهم فريضة، حتى نزيل ما يذكره بعض الأصحاب من أن صلاة معاذ بقومه صلاة فريضة بفريضة وأن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة نافلة، فنقول لا، بل صلاته الأولى هي الفريضة التي مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته بقومه هي النافلة. قال رحمه الله: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. طبعا أما قوله فلا تختلفوا عليه فجوابه ظاهر، أن الاختلاف هنا ليس الاختلاف في النيات وإنما الاختلاف في الحركات الظاهرة، وهذا قد بيّنه الحديث ذاته عندما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره. فبين أن الاختلاف يكون بمخالفة الظاهر ومخالفة الحركات الظاهرة. أما ما يكون في مكنون الإنسان من الأذكار ونحوها فهذا لا اختلاف فيه، فلو أن الإمام قال سبحان مثلا قال ربنا ولك الحمد، وقال لو قال الإمام ربنا ولك الحمد وقال المأموم اللهم ربنا ولك الحمد فهذا الاختلاف لا يؤثر شيئا، أو أن الإمام أتى بدعاء استفتاح يختلف عن دعاء استفتاح المأموم فهذا لا يؤثر شيئا، أو قال الإمام سبحان ربي العظيم وقال المأموم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا لا يضر. الذي يضر هو الاختلاف الظاهري كما بينه الحديث. كذلك من أدلة من قال بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما جاء في الحديث السابق من أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فبما وجه النبي عليه الصلاة والسلام من سيدرك ذلك من الصحابة؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم ماذا؟ نافلة. طبعا قد يقال هذا لا إشكال فيه لأنهم هم الآن لأنهم مأمومون وصلاة الإمام ستكون فريضة فلا إشكال عندنا، مثل الحديث صلينا في رحالنا، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما مسجد جماعة إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فهنا لا إشكال عند الحنابلة، أخرجوا اختلاف النيات إذا كان الإمام يصلي فريضة والمأموم نافلة بهذه الأحاديث، لكن الإشكال عندهم إذا كان الإمام مفترضا والمأموم إذا كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، وقد تقدم أن حديث معاذ أيضا يستثني هذا، فلا حرج إذا كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. قال: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. هنا الآن مفترض بمفترض، لكن اختلفت النيات، فهذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، أو هذا يصلي الفجر وهذا يصلي خلفه العصر، أو هذا يصلي المغرب وهذا يصلي خلفه العشاء، فعند الحنابلة لا تصح هذه الصلاة. دليلهم ما تقدم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. والجواب عن هذا ما تقدم، أن الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في الحركات الظاهرة، أما الاختلاف في النيات فلا إشكال فيه، والاختلاف في كون هذا فريضة وهذا نافلة أو هذا صلاة مغرب وهذا صلاة عشاء فلا إشكال فيه. وهذا هو مذهب الشافعية كما تقدم، واختاره ابن عقيل من الحنابلة وهو الصواب ولا شك. فمعاذ رضي الله عنه كان ينوي التنفل والناس خلفه ينوون الفريضة وصحت صلاتهم، فلا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يبقى هنا: هل نقول هذا بإطلاق يعني من كان يصلي اثنتين إماما ومن كان خلفه يصلي ثلاثا أو أربعا فهذا لا إشكال فيه، لأنه لن يحصل تشويش ولن يحصل اختلاف عليه في الحركات الظاهرة، إذا أتم اثنتين وسلم أكمل هذا صلاته. الإمام يصلي الفجر والمأموم يصلي مغربا لا إشكال، الإمام يصلي الفجر والمأموم يصلي عشاء أو ظهرا أو عصرا لا إشكال. الإشكال في العكس: إذا كان الإمام يصلي الصلاة الأكثر يعني الصلاة الأكثر ركعات والمأموم يصلي الصلاة الأقل ركعات، فهنا يحصل الإشكال.
كأن يأتي مأموم لم يصلي المغرب بعد والناس يصلون العشاء، فإن دخل معهم في الصلاة وأكمل معهم أربعا بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة عامدا، وإن صلى ثلاثا وقعد خالف الإمام مخالفة ظاهرة، فالإمام يقوم ويركع ويرفع ويسجد وهو جالس، وإن سلم كذلك حصل فيه نوع مخالفة لأنه خرج من الصلاة، فماذا يصنع حينئذ؟ نقول أما إتمامه لأربع فإن كان عالما فصلاته باطلة لا إشكال في هذا، أما أن يجلس والإمام يقوم لرابعة فهذا أيضا مخالف للحديث مخالفة ظاهرة فلا يفعل هذا أيضا، أما إذا سلم فلا بأس للحاجة لا سيما إذا دخل ويظن الناس يصلون المغرب فإذا هم يصلون العشاء، وهذا يحصل في الأسفار كثيرا، فهنا لو سلم لا حرج عليه لأنه فعل ذلك لحاجة، لكن لو كان يعلم قبل دخوله فماذا نقول له؟ نقول له قدم العشاء ما دامت الصلاة صلاة حضر، وما زال التوقف عندي في صلاة السفر إذا كان قد أخر المغرب ليجمعها مع العشاء، فهنا لو قدم العشاء على المغرب كان قد نكس في الجمع فجعل العشاء قبل المغرب، فالأولى له حينئذ أن يدخل مع الإمام في الركعة الثالثة ليأتي باثنتين ثم يتم صلاته إذا سلم الإمام، أو إن كان المسجد واسعاً وكان معه جماعة مسافرون وصلوا صلاة المغرب وحدهم دون تشويش فلا حرج في هذا، ثم يدركون مع الإمام ما أدركوا من العشاء. أما أن يتركوا ركعة يقول أترك الإمام يصلي ركعة ثم أدخل معه فأكون قد صليت ثلاثا، فنقول نعم صليت ثلاثا لكنها ليست كهيئة المغرب، هي ثلاث منكسة أولى ثم اثنتين، فالأولى والأكمل أن ينتظر حتى تذهب ركعتان ثم يدخل معه، ما لم يترتب على هذا فتنة كأن يظن به سوء أو نحو ذلك، إذا كان هذا في عرف الناس جاريا وسائغا أن المسافر ينتظر الإمام حتى يصلي ركعتين ثم يدخل معه ليصلي معه المغرب، فلو كان هذا سائغا وجاريا دون سوء ظن فأرى أن هذا مناسب حتى لا ينكس المغرب وحتى لا يدخل ثم يجلس والإمام يرفع ويركع ويسجد ونحو ذلك. الخلاصة إذا كنت في حضر وأتيت وقد فاتتك المغرب والناس يصلون العشاء فابدأ بالعشاء وأسقط الترتيب، وقد تحدثنا عن هذا في درس مضى. أما إذا كنت في سفر فلا أرى أن تقدم العشاء على المغرب لأن الجمع للمسافر قد جاء بصيغة معينة وهي تقديم المغرب على العشاء، فكيف تقدم أنت العشاء على المغرب؟ بل تنتظر حتى تذهب ركعتان إن لم يكن في هذا فتنة ثم تدخل معه وتتم هذه الركعة، أو تصلي وحدك بعيداً عن الجماعة إذا كان المسجد واسعاً، وحينئذ لا يدخل عليك حديث أو لا يشكل عليك حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة للاستثناء حينئذ، وإن انتظرت حتى يصلي الناس ركعتين ثم تدخل أيضا لا إشكال في ذلك، ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة لأنها قد سلفت سابقا. قال رحمه الله ولا من يصلي الظهر من يصلي العصر، هذا هو المذهب كما أسلفت، والصواب أنه يجوز أن تصلي المغرب العصر خلف من يصلي الظهر والعكس، لأن الاختلاف الذي نهي عنه الاختلاف في الظاهر فقط. قال رحمه الله فصل في موقف الإمام والمأموم. قبل أن نبدأ في بهذا الفصل، الفقهاء توسعوا في ذكر صلاة فلان خلف فلان أو صلاة من وصفه كذا خلف من وصفه كذا، فقالوا مثلا ويكره صلاة إمامة الموسوس، قالوا حتى لا يغتر به الجهال لأن الموسوس ربما كرر بعض الآيات وسوسة منه ظناً أن هذه الآية ما قرأها، أو ربما كرر التكبير أو نحو ذلك، فكرهوا إمامته من هذا الوجه. كذلك يذكر الفقهاء إمامة أقطع اليدين والرجلين، هل يؤم من كان سليماً أو لا يؤم من كان سليماً، أو كان من كان مقطوع الأنف مثلاً هل يؤم من كان سليماً أو لا يؤم، فقد نص عليه مثلاً البهوتي في العمدة
قال ويكره إلى أن قال أو تكره، قال وأقطع يدين أو رجلين أو أحدهما أو أنف، فجعل هذا من قبيل المكروه. وعندهم قاعدة أن المأموم إذا كان أكمل من الإمام فتكره إمامة ذلك الإمام الأنقص حينئذ. ومن أهل العلم من يقول ما دامت الصلاة صحيحة في نفسه ولا يؤثر هذا على صلاة المأموم فلا حرج، وهذا هو الأقرب والله أعلم. فعلى هذا لو مثلا الإمام كان مجبسا لإحدى يديه فهو عند السجود سيسجد على كم عضو؟ على 6، ولن يسجد على 7، فهنا الإمام أنقص من المأموم، المأموم سيسجد على 7 أعضاء، فهنا يدخل عند الحنابلة في الكراهة إلا إذا كان إمام الحي كما أسلفت. والصواب أنه لا يكره لأن هذا النقص لا يؤثر على صلاة المأموم كمن به سلس، فالصواب أن إمامته تصح من غير كراهة. وكذلك المستحاضة تصلي بغيرها من النساء اللواتي لا يستحضن. لماذا يا إخوة؟ لأن هذا لا يؤثر على المأموم. استثنينا فقط في النقص هو قضية الأمي، فالأمي الذي لا يحسن الفاتحة لا يصلي بغير الأمي. لماذا؟ لأن هذا نعم يؤثر على المأموم، لا سيما على قول الجمهور بأن الفاتحة من الإمام تكفي عن المأموم. أما إذا كان النقص في الأعضاء ونحو ذلك، مقطوع يد، مقطوع رجل، عنده شلل في بعض الأيادي، عنده قطع في بعض الأصابع، فهذا قد كرهه بعض العلماء، لكن الصواب عدم الكراهة، والله تعالى أعلم. نعم تفضل شيخ. نعم أنا قلت لا إشكال أن ينفصل للحاجة، لكن لا يدخل ناوياً الانفصال، فهذا داخل على نية المخالفة. يعني لو أتيت إلى المسجد وأنا ما صليت المغرب في حضر وهم يصلون العشاء، فحينئذ إن دخلت ظاناً أنه المغرب، كنت نائماً واستيقظت سمعت الناس يصلون ظننتهم يصلون صلاة المغرب، فأتيت توضأت ودخلت مع الناس في أول الصلاة، فإذا بالإمام يقوم ورأيت الناس قد قاموا معه دون نكير، فقلت إذن هم يصلون العشاء في حين أني ظننتهم يصلون المغرب، فلا أقوم معهم بل أجلس ثم أتشهد وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، أنوي مفارقة الإمام وأسلم لحديث الأعرابي مع معاذ. لكن إذا أتيت وأنا أعلم أنهم يصلون العشاء فكيف أدخل وأنا قاصد أن أخالف الإمام؟ بل أقول أدخل معهم بنية العشاء وأسقط الترتيب، لأن الترتيب قد سقط لمناسبات كثيرة ولأسباب كثيرة، فهذا منها، وهو رواية في المذهب واختاره شيخ الإسلام كما تقدم. هذا الفرق الذي أراه مؤثرا. وهكذا إذا نابك شيء في الصلاة فلا بأس أن تخرج من الصلاة. أطال الإمام الصلاة إطالة فاحشة خرجت عن المعتاد أو عن السنة وضر ذلك بك فلك أن تخرج. أتى من يقول لك حصل نائبة من النوائب خارج المسجد ونريد أن ينتدب لنا 10 من المأمومين ليطفئوا حريقاً أو ينقذوا مريضاً أو ما شابه ذلك، فإنهم يخرجون، يعني يتمون صلاتهم سراعاً ويخرجون إذا كان الأمر يحتمل أن يتموا صلاتهم. إذا كان الأمر يحتمل خرجوا من غير إتمام صلاة، أو ينفردون ويتموها سراعاً، ينفردون ويتموها سراعاً ثم يذهبوا إلى هذا. أما أن أدخل وأنا ناوي أن أخالف الإمام وأن يعني أن أدخل وأنا أعلم أنه سيصلي 4 فأصلي معه 3 وأخالفه وأسلم، هذا في النفس منه شيء. نعم تفضل. نعم نعم أحسنت. تقدم أن الصواب أنه يجوز لإمام الحي ولغيره ولمن علته دائمة أو مؤقتة أن يكون إماما، من حيث الجواز لا بأس بذلك على الراجح من أقوال العلماء. ثم نقول للمأموم على التفصيل السابق عند الحنابلة إذا افتتح الصلاة جالسا صلي معه جالسا، وإذا افتتح قائما ثم اعتل صليها قائما. لكن إن جئنا من حيث الأولى حتى لا يشق على الناس أنهم دائما يصلون جلوسا قد يكون في هذا مشقة، فقد يقال إن الأولى أن ينتخب غيره ممن
ممن هو سليم الرجلين من هذا الباب، أما الإمامة فهي صحيحة على الصواب، الله أعلم. فضل الشيخ. أحسن، طبعا هذا محل إجماع، يعني إذا كانت العاهة العمى فهذا محل إجماع بين العلماء أنه لا إشكال في إمامته لإمامة عبد الله بن أم مكتوم، وقد يكون هذا دليلا، نعم قد يكون هذا دليلا وأصل في العاهات، إلا إذا كانت العاهة تؤثر في الصلاة كأن كانت العاهة في الفاتحة كما تقدم الأمي، أو كانت العاهة تؤثر على الصلاة كالأصم، فهل يصلح أن يكون إمامه أصم؟ لا، لأنه لو نابه شيء ونبه لا يتنبه، فلا يجوز أن نجعل الإمام أصم، لا يجوز أن نجعله أصم إذا كان ذلك لا يمكن تنبيهه، لكن لو قال والله أنا أصم لكني أحسن الفاتحة وأقرأها وسأصلي بواحد فقط ولو نابني شيء أشار إلي إشارات تنوب مناب التسبيح ونحو ذلك، يعني قد يقال هنا لا إشكال فيه، لكن أن نجعل هذا قاعدة الأصم يصلي بالعدد الكبير فهنا قد يعني قد يكون فيه صعوبة، فإذا نبه لن يتنبه لأنه أصم سيستمر في صلاته. نعم. يعني صليت ثلاثا وانتظرت، نعم هذا على قول لكن في النفس من هذا شيء، وأنا أميل إلى أن هذا يعني الشيخ ابن عثيمين يرى جواز هذه الصورة، نعم، لكن الأولى ألا تفعل لأن فيها مخالفة صريحة، تسلم خير من أن تنتظر، لا هذه مخالفة صريحة، الإمام الآن يقوم، لا صحيح صحيح، لو سلم لكان مخالفا لكن مخالفته أقل وقد جاء متابعا لحديث الأعرابي، لكن لو انتظر ما بقي معه إلا صلاة الخوف، يعني الشيخ رحمه الله يستدل بصلاة الخوف، وصلاة الخوف يا إخوة صلاة مستثنى، صلاة الخوف مستثنى، فكيف يقاس عليها؟ الأصوليون يأبون هذا، المستثنى لا يقاس عليه، فلا شك أن الأولى أن يسلم خير له من أن يقول أنتظر حتى يأتي الإمام. الآن الإمام قام وهو يسمع والمأموم يقول سأخالف حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا يقول لا ما أركع، فإذا رفع فارفعوا لا يرفع، فإذا سجد فاسجدوا لا أسجد، هذه مخالفة عظيمة، وذلك القول بأن يعني بعدم الجواز هو الأقرب عندي والله أعلم. تفضل يا شيخ. صحيح أحسنت، الآن عنده أمر ونهي، الشارع نهاه عن مخالفة الإمام ونهاه عن أن يزيد عن المغرب ثلاثا، تمام، فالآن ماذا يصنع؟ إن وافق الإمام خالف ركعات المغرب، وإن جلس خالف حديث ابن عباس، خالف الإمام لحديث ابن عباس، فالحل نقول سلم، إذا سلم فقد وافق حديثا وهو حديث الأعرابي، لكن إن بقي لا يوافق حديثا أصيلا وإنما حديثا مستثنا، حديث صلاة الخوف فقط هذا مستثنى، فتسليمه هنا سائغ بشرط أنه إذا دخل إلى الصلاة لا يعلم أن الإمام سيصلي أربعا ويدخل الصلاة من أولها عالما بذلك، لأنه سيعلم أنه سيخالف الإمام، فالمقصود أن سلامه أولى من انتظاره بلا شك، يسلم أولى من أن ينتظر. نعم تفضل يا شيخ. نعم ويزيد الركعة صحيح، نعم طيب صحيح، هو طبعا في السفر يكثر الخلاف بشكل كبير جدا لاختلاف المذاهب وأيضا للجهل الموجود، والخلاصة أني إذا كنت مسافرا وصليت المغرب ثم أردت أن أصلي العشاء قصرا ودخلت مع أناس ظننتهم يصلون قصرا فإذا هم يتمون فلا إشكال، ماذا أصنع الآن؟
نعم، إن أتممت فقد خالفت نيتي، إن أتممت فقد خالفت نيتي، لأني دخلت ناويا القصر والآن أتممت، وإن قصرت وسلمت من اثنتين فقد خالفت حديث ابن عباس إنما جعل الإمام، وحديث ابن عباس تلك السنة. فما العمل حينئذ؟ أيهما أخف مخالفة، أن أسلم من اثنتين ولا أن أتم أربعا؟ إتمامك أربعا أخف مخالفة، والأولى من هذا كله أن تدخل بنية الإمام. لو دخلت بنية الإمام فهذا سائغ إن شاء الله على الراجح قياسا على الحج، فإن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نوى إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينوي نسكا معينا، فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا صار مثله قارنا. فهذا يستصحب هذا المعنى ونقيس عليه الصلاة. فإذا كنت مسافرا وأريد أن أصلي ولا أدري الإمام يتم أو لا يتم أو يقصر أو لا يقصر، فالأولى أن أدخل بنية الإمام، فأقول إن قصر، أقول طبعا في نفسي دون أن نصرح لأن التلفظ بالنية غير مشروع، إن قصر فأنا أصلي اثنتين وهذه السنة وإلا فلا. هناك قول آخر أيسر من هذا في الواقع، وهو قول شيخ الإسلام ويقول فرضه أصلا اثنتين، فرضه اثنتين، فلا يحتاج أصلا أن ينوي القصر، فإن صلى الإمام أربعا أتم أربعا، وإن صلى اثنتين هو أصلا مسافر يسوغ له أن يصلي اثنتين. لكن يشكل على هذا ما يشكل في الواقع، الأولى أن يدخل بنية الإمام، فإن قصر فلا بأس وإن أتم فلا بأس قياسا على الحج، وفي هذا خروج من هذه المشقة التي تحصل كثيرا. أما من يرى أن فرض المسافر ركعتان فهذا ليس عنده إشكال البتة، بل يدخل بنية القصر دون أن يلتفت للإمام، أصلى اثنتين أم أربعا، وهي رواية عند مالك واختارها جمع من العلماء ومن المحدثين، فيرى أنه يدخل مع الإمام وهو ناوي أن يصلي ركعتين، أتم الإمام، قصر الإمام، كان إمام الحي، كان إماما آخر، يصلي اثنتين فقط ويسلم وينوي المفارقة ويسلم. وهذا قول قد ذكره جمع من المحدثين، وهو رواية عند مالك ويختارها جمع من أيضا من المعاصرين، لكن هذا يشكل عليه حديث ابن عباس إنما جعل الإمام، ويشكل عليه تلك السنة. الخلاصة، إذا كنت مسافرا وأردت أن أصلي خلف رجل لا أدري أهو مسافر أو مقيم، ولم توجد قرائن، ما رأيت شنطة سفر عنده مثلا ولا رأيت شيئا، فادخل بنية الإمام على أنه إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لأنك مسافر، وتكون صلاتك صحيحة ولا إشكال عندك. هذا الحال. والحال الثاني أن أدخل وأنا أريد أن أصلي المغرب، فحينئذ قد يكون أيضا يصلي العشاء إتماما، وقد يكون يصلي المغرب، وقد يكون يصلي العشاء قصرا، فما العمل؟ نقول أيضا أدخل على أنك تصلي ثلاثا المغرب، فإن صلى أربعا فقد علمنا أنه أنك تجلس بعد الثالثة وتنوي المفارقة وتتشهد التشهدين وتسلم، ولا إشكال عليك. نعم، إن أراد أن يدرك الرابعة فهذا قول قد قيل في المسألة، والأولى ألا يفعل. الحالة الثانية إن أتى وقد قصر الإمام فالحمد لله لا إشكال، المخالفة الآن غير موجودة أصلا، إذا سلم تأتي بركعة وتسلم، ومن ثم أغلقنا كل المنافذ الآن، لا إشكال الآن في صلاة المسافر إذا وجد جماعة، لا إشكال على ما سبق ذكره. يبقى مسألة دائما تتكرر، إذا كان الإمام يصلي المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء قصرا فما العمل؟ هل أصلي اثنتين وأسلم أو لا؟ إن كان الإمام مسافرا فلا إشكال البتة، لأنك صليت وأنت مسافر خلف المسافر ففرضك اثنتان لا إشكال. لكن إذا كان الإمام مقيما وأنت مسافر هنا إشكال. فلذلك الأولى أيضا في مثل هذه الحالة أن تدخل على هذه النية، تقول إن صلى الإمام يعني إن كان يصلي المغرب ثلاثا جعلتها صليت العشاء إتماما وزدت ركعة، وإن كان يصلي العشاء قصرا قصرت. نعم، لا إشكال في النية قياسا على فعل علي رضي الله عنه، يعني كوني أدخل وأنا أقول إن قصر قصرت وإن أتم أتممت فلا إشكال إن شاء الله تعالى. نعم، نريد أن نغلق الآن باب الأسئلة، لا إشكال، نبدأ الآن بالفصل الآخر. قال: فصل في موقف الإمام والمأمومين. قال رحمه الله: يقف المأمومون خلف الإمام،
المأموم إما أن يكون واحدا وإما أن يكون أكثر من واحد، وإما أن يكون المأموم رجلا أو امرأة أو نساء إلى آخره. فإن كان المأموم واحدا فأين يقف؟ سيقف عن يمين الإمام. والدليل على ذلك حديث ابن عباس، فإنه لما بات عند خالته ميمونة وأتى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه وأداره من خلفه وجعله عن يمينه. فيمين الإمام هو موقف للمأموم. أما إذا كان المأموم امرأة فإنها تقف خلفه، وقد تقدم أنها إن كانت أجنبية فإن إمامته بها تكره، والصواب أنها تحرم للخلوة. وإن كانت من غير الأجنبيات، يعني إن كانت محرما له، فإنها تصلي خلفه. فإن صلت عن يمينه، وهذا سؤال يتكرر، فلا بأس بذلك. المرأة قد تستوحش خاصة في قيام الليل، تقول أريد أن أكون عن يمينك وأصلي معك وتكون إماما بي، فلا حرج في ذلك، لأن يمين الإمام موقف للمأموم. وإن كان هذا خلاف الأولى، الأولى أن تكون المرأة خلف الإمام، لكن إن صلت عن يمينه فلا حرج، لأنه موقف في الأصل للمأموم. بقي معنا إن كان مجموعة من الرجال أو من النساء والإمام رجل، فلا شك أن السنة أن يتقدم الرجل أولئك المأمومين رجالا كانوا أو نساء، وهذا محل إجماع بين العلماء. ولما صلى جابر وجبار كما في صحيح مسلم، أحدهما عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام والآخر عن يساره، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ أخذ بهما وأعادهما إلى الخلف، أعادهما إلى الخلف وأتم بهم الصلاة. فهذا يدل على أن الأكمل أن يكون المأمومون خلف الإمام، هذا هو الأكمل. لكن لو صلوا بهذه الطريقة أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فلا حرج، لحديث جابر وجبار في أول الصلاة. وأيضا هناك حديث ابن مسعود لما صلى بعلقمة والأسود، فقد صلى بهما أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقد مر معنا هذا الحديث عند ذكر إعادة الجماعة. فإن ابن مسعود لما دخل معه الأسود وعلقمة لم يصلي في المسجد، بل عاد إلى بيته وصلى بهما على هذا النحو، يعني أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فلا حرج في هذا. وهذا فتح باب لمن يقول إن مسجدنا ضيق فماذا نصنع؟ نقول لا بأس أن يكون الإمام وسط الصف الأول ويتقدم قليلا فقط، يكون وسط الصف ويتقدم قليلا فقط، ولا يعني لا بأس بذلك. لكن إن كان المسجد واسعا فالأولى أن يكون الإمام أمام المأمومين. دل على هذه المعاني أدلة كثيرة، من ذلك حديث أنس عندما قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. فنأخذ من هذا الحديث أن المأمومين إن كانوا جماعة، والجماعة باتفاق المسلمين تبدأ من اثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي تأخر عن صلاة الفجر من يتصدق على هذا، فقام له أبو بكر واحد فقط، هو وذلك المتأخر صارا اثنين جماعة. وإلا إن لم يكن الاثنان جماعة فما فائدة أن يتصدق عليه؟ في بعض الألفاظ من يتجر لهذا أو على هذا، نوع تجارة، لأن بدل أن تكون صلاته بدرجة واحدة ستكون ببضع وعشرين درجة، هذا نوع تجارة مع الله عز وجل. أيضا أخذنا من هذا الحديث أن المرأة إذا كانت وحدها فإنها تصلي خلف الناس ولا إشكال في ذلك، ولا يتعارض مع قوله لا صلاة لفذ خلف الصف، وسيأتي معنا مزيد بيان في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله ويصح معه عن يمينه، ويصح معه عن يمينه، يعني يصح المأمومون مع الإمام عن يمينه حتى وإن كانوا أكثر من واحد. لماذا؟ لأنه موقف مشروع للمأموم، لأنه موقف مشروع للمأموم إن كان وحده، وموقف مشروع للمأموم إن كان معه آخر عن يسار الإمام، فصار أحدهم عن يمينه وعن يساره لفعل ابن مسعود، لفعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الأسود وعلقمة كما تقدم. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.